وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا المهرجان، وانطلاقة شوطنا هنا. المنطلق هو 12 في مجموعة أشواط هذا الصباح الجميل، وشوطنا 12 الخاص بالزمول، المهجنات، الأصايل لأبناء القبائل في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نتابع المسيرة، نتابع التحدي، نتابع الأداء الجميل هنا في هذه النوعية المتميزة في فحول المستقبل هنا في هذا الانطلاق. الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة، نتابع معكم ماذا يدور من تحدي وصراع هنا لنيل الفوز والناموس والمقدمة والمركز الأول والمنطلق الفارس هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات هنا. ولكن أرى شاهين من الجانب الآخر لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من ينطلق من الجانب الآخر الفارس فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، من يأتينا ثانيا وفي المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث المنطلقين في هذه اللحظات هنا. المركز الثالث ويأتينا المتحد عبد الله بن حنس بن العتيبي، من يأتينا بهذا الانطلاق هنا. عبد الله بن حنس العتيبي من ينطلق بهذه اللحظات والإثارة، بينما المركز الرابع هناك يأتينا بهذه اللحظات الوسمي لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري، ووصل هنا حبيب، حبيب القادم في هذه اللحظات مع شاعرنا المميز بخيت بن سالم بن قزينة المري. وركز يا ابو سالم، ركز بهذا الانطلاق، ركز في التحدي وفي الإثارة، ركز اخوي، ركز، التركيز مطلوب يا ابو سالم. المركز هنا، نتابع المركز السادس، المركز السادس وياتينا الشمالي فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي، من ياتي بهذا الانطلاق الجميل. هناك التواجد من هملول سيف بن مصبح بن كاسب المسافري، وياتينا ضيف للشيخ نهيان بن محمد بن ركاب العامري، من ينطلق بهذا الاداء المميز. المركز التاسع، المركز التاسع المدير لسعيد بن محمد بن علي ابو شارب مع المدير في المركز التاسع. وفي المركز العاشر معزم وصل هنا مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاق لقتبي، من ياتينا بهذا الانطلاق القادم من السميد، هناك ايضا للمشاركه على ارضيه هذا الميدان. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الانطلاق ونتابع التحدي. نعود إلى شاهين المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، المسيطر على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي المنطلق على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يحمل هذه النجمة المتميزة في الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق الفارس فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللحظات وينتزع المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيب، حبيب 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 لبخيت بن سالم بقزينة. هنا المري من ينطلق، ركز يا شاعر، ركز يا ابو سالم مع حبيب في هذه الانطلاقة والتحدي. يتسلل من مركز الى مركز، ينتزع المركز الاول، ينتزع الصدارة والمقدمة. حبيب هنا، سلالة حبيب المعروفة في هذا الانطلاق. المركز الثاني شهير لسعادة احمد بن سلطان الحلامي، الفارس في المركز الثالث فهد بن محمد بن راشد الدوسري، المركز الرابع المتحد عبد الله بن حنس العتيبي، من ياتينا على المركز الرابع. المركز الخامس ينطلق هنا الوسمي لمحمد بن سهيل بن نخيرات العامري، من ينطلق في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا.
المركز السادس هذه اللحظات ياتينا مقصص هنا لسيف بن مصبح بن كاسب المسافري على المركز هذه اللحظات هنا السادس وفي المركز السابع المدير سعيد بن محمد بن علي ابو شارب ومن الجانب الاخر هناك ضيف للشيخ مهيان بن عبد بن محمد بن ركاض العامري من ينطلق بهذا الاداء الجميل تاسع المراكز هنا ياتينا الوافي عبد الهادي بن حمد بن محمد بن راية المري وفي المركز العاشر وصل هنا الشمالي فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي من ياتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى واسامي اسامي خلف المراكز العشرة الاولى ايضا ترقبوها خلال الانطلاق خلال التحدي خلال الاثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام وبعود الى الصدارة بعود الى المقدمة والى المركز الاول والصدارة لهذا الشوط لا زال شاهد تحدي بين شاهين وبين حبيب شاهين وحبيب شاهين لسعادة احمد بن سلطان الحلامي على الصدارة على المقدمة حبيب في صلب المنافسة حبيب 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 لبخيت بن سالم بن خزينة المري من ياتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث الفارس الفارس هنا لفهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري والقادم هذه اللحظات الشمالي فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي وهنا المدير سعيد بن محمد بن علي ابو شارب بن ياتينا بهذه اللحظات هنا على المركز الخامس المركز السادس عندك يا بن راية هنا وافي عبد الهادي بن حمد بن محمد بن راية المري وضيف ضيف هناك ايضا الشيخ نهيان بن محمد بن ركاب العامري وهنا هنا ياتي المتحد عبد الله بن حمد لعتابي ووصل وصل وصل معزم معزم مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاد لقتبي مع الكيلو متر الاخير في هذا الانطلاق والتحدي الجميل ولكن هنا الصدارة والمقدمة مع شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول لسعادة احمد بن سلطان الحلامي من ياتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني حبيب حبيب على المركز الثاني حبيب على المركز الثاني هنا المنطلق بخيت بن سالم بخزينة المري ومعزم معزم 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 قادم معزم هنا لسيد مطر بن حمد بن فلاق نغتبي ولكن النجمة الزرقاء تنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الاول ها هو شاهين لسعادة احمد بن سلطان الحلامي من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الاول في هذا التحدي في الإثارة مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط في الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام سلام 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 أهالي مدينة العين سلام على هذا التحدي سلام على هذه الإثارة تهانينا تهانينا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على هذا الفوز سلام بن سلطان سلام على هذا التحدي والإثارة ولحظة الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا ومتابعينا الكرام المركز الثاني وصل الفارس هنا فهد بن محمد بن راهد الدوسري المركز الثالث وصل معزم مطر بن حمد بن فلاح المركز الرابع من وصل هنا نشوان سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري وفي المركز الخامس الوافي لعبد الهادي بن حمد بن محمد هناك ايضا من وصل على المركز الخامس مشاهدينا الكرام نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والتحدي جميل هنا مشاهدينا الكرام لحظة وصول شاهين معلن الفوز والناموس تهانينا لسعادة احمد بن سلطان الحلامي بتسع دقائق 49 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل الفارس كان من نصيب المركز الثاني فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري وسجل 9 دقائق 53 ثانية ثمانية من الاجزاء من الثانية بينما معزم من كان من نصيب المركز الثالث هنا مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاح لقتبي تهانينا له على هذا الفوز والناموس تهانينا لجميع الفائزين
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تواصلنا يتجدد والانطلاق لشوطنا 13 الذي خصص للحول المحليات الاصايل من اشواط السرعه والطفح. نتمنى